بالتالي استعادة النادي الأهلي مستمرة هناك في جنوب أفريقيا. احنا عارفين الفريق سافر بشكل مبكر جدا، تاني يوم مباراة الأهلي وصن داونز اللي كانت مباراة الذهاب في استاد القاهرة يوم السبت الماضي، الفريق سافر على طول وبيستعد بشكل مميز جدا لهذه المباراة، تدريبات يومية في 8:00 الثالثة عصرا نفس توقيت المباراة اللي هتكون أيضا يوم السبت القادم في نفس هذا الموعد. إن شاء الله الفريق يكون موفق والأمور كلها ماشية على ما يرام بالنسبة لفريق النادي الأهلي. الفريق النهاردة بيستأنف تدريباته بشكل طبيعي بعد اليومين اللي فاتوا، احنا عارفين اول يوم كانت تدريبات استشفائيه بعد اجهاد السفر، ثاني يوم تدريبات كانت قويه جدا من الجانب الفني والتكتيكي والبدني، النهارده كمان ثالث ايام النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا وبالتحديد في بريتوريا، وتدريبات ايضا اخرى غايه في الاهميه على مجمع ملاعب جامعه بريتوريا، وهي ملاعب مميزه جدا واللي استقر في النهايه عليها الجهاز الفني للتدريب في هذا المكان وهذه الملاعب يعني. فبالتالي ده امر جيد جدا. بالمناسبه الملاعب دي بتبعد عن فندق اقامه النادي الاهلي 3 ساعة 20 دقيقة بالظبط، يعني مسافه معقوله جدا عشان برضه ما يبقاش في اجهاد من الطريق وكلام من ده. الامور في جنوب افريقيا بالمناسبه الامور المروريه يعني جوانب المروريه جيده جدا، يعني مش هتتعطل في حاجه ولا بتاع، الناس هناك منظمه جدا تحس ان هي يعني دوله في اوروبا يعني. فده امر مهم. خلينا نقول لحضراتكم ان في جلسات مكثفه مستر ريني فايلر مع معاونيه ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل لقاء صن داونز، ده ليه؟ ده للتحضير لبعض الجوانب سواء على الصعيد الفني او الصعيد البدني بخصوص الاجتماعات مع الجهاز الفني او فيما يتعلق بالترتيبات الاداريه الخاصه بالفريق والبعثه قبل اللقاء ده بخصوص الاجتماعات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ من قبل مستر ريني فايلر. يعني اقول لحضراتكم كمان جاهزيه، اوضح لحضراتكم جاهزيه اللاعبين بشكل كامل، وهقول لحضراتكم علي معلول اخباره ايه. علي معلول يا جماعه جاهز للماتش الجاي، علي معلول النهارده انتظم في التدريبات بشكل طبيعي جدا، احنا عارفين ان هو كان عنده اجهاد في العضله الاماميه بعد مباراه صن داونز والمجهود الكبير في الحقيقه اللي هو اداه في هذه المباراه، لكن في حاله غياب علي معلول احنا عندنا لاعبين مميزين جدا يقدروا يعوضوا علي معلول على حسب برضو الشغل التكتيكي والخططي اللي هيستقر عليه مستر ريني فايلر. لكن الاكيد وطبقا كمان الموقع الرسمي النادي الاهلي اكد خلاص ان علي معلول جاهز لمباراه صن داونز يوم السبت. يبقى الرؤيه الفنيه خاصه بمستر فايلر، هو اللي يقدر يقرر هل علي معلول يلعب ولا ما يلعبش، يعني دي بقى الحاجه اللي احنا ما نعرفهاش فعلا، هي كلها امور في ذهن مستر فايلر، هو الادرى مين اللي هيلعب ومين مش هيلعب. الجهاز الطبي كمان بيؤكد جاهزيه جميع لاعبي الاهلي لمواجهه صن داونز. احنا كان الكلام الفتره اللي فاتت بالتحديد بعد مباراه صن داونز كان على احمد فتحي واجاي ومعلول، الثلاثه ما شاء الله جاهزين جاهزيه تامه. احمد فتحي واجاي شاركوا في التدريبات اللي فاتت بشكل طبيعي جدا والامور بالنسبه لهم جيده، علي معلول النهارده اول تدريب يشارك فيه بشكل طبيعي وكامل، وده امر مهم ان يكون كل اللاعبين جاهزين ومتاحين لمستر ريني فايلر عشان يقدر يتعامل باريحيه على مدار ال 90 دقيقه باذن الله تعالى. والهدف الاسمى والاهم بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نتاهل من خلال كمان مباراه الاياب بعد نتيجه مباراه الذهاب 2-0 للنادي الاهلي. خلينا اقول لحضراتكم كمان بعض الاخبار الاخرى فيما يتعلق بسفير مصر بجنوب افريقيا السيد شريف عيسى، ودعا الكابتن محمود الخطيب على مأدبه العشاء النهارده بالليل، وده طبعا في إطار ترحيب سفارة مصر في جنوب أفريقيا وتوقيمها ببعثة الفريق بشكل كامل، وهم في الحقيقة بيعملوا مجهودات كبيرة جدا لإزالة كل العقبات من أمام طريق النادي الأهلي في هذه المباراة وخلال الاستعدادات التي تسبق مباراة يوم السبت بإذن الله تعالى. بكرة إن شاء الله هيوصل طاقم الحكام لبريتوريا بقيادة طبعا بكاري جزامة الحكم الجنبي المعروف والشهير بالنسبة لنا احنا كمان قوي واللي عندنا مواقف كتيرة معاه، واتكلمنا مع حضراتكم بتفاصيل كتيرة بخصوص هذه الجزئية تحديدا. نتمنى له ان شاء الله ان هو يكون موفق في مباراة الغد ويكون محايد في ادارته لهذه المباراة. دي اهم الامور واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراة صن داونز باذن الله تعالى. خليني اقول لحضراتكم اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي من خلال يعني بعض اللقطات الخاصه بالفريق النهارده في مقر الاقامه، في محيط مقر الاقامه، بخصوص كمان ملاعب التدريبات. زمايلنا هناك في الحقيقه عاملين مجهود كبير جدا سواء محمد دكروري، فاروق صلاح،
محمد عويضه كلهم عاملين شغل كويس جدا عشان يضعوا حضراتكم اول باول في الصوره ويطمنوا حضراتكم بشكل مستمر على كل ما يتعلق بفريق النادي الاهلي قبل المباراه غايه في الاهميه، وكلنا بنترقب هذه المباراه بشكل مؤكد، خصوصا ان هي مباراه مؤهله لدور نصف النهائي. لما تيجي بقى تخش في دور نصف النهائي الحسابات هتبقى مختلفه على حسب الفريق اللي انت هتواجهه، سواء الوداد او النجم الساحلي. الافضليه حتى الان لكن في كل الاحوال ايا كان مين الاهلي هيقابله، الاهلي جاهز لكل الفرق بما فيهم صن داونز اللي هي الخطوه الاوليه بالنسبه لنا الاول، ان احنا نكسب ان شاء الله الماتش الجاي عشان نتاهل لدور نصف النهائي، وبعد كده لكل حدث حديث ونتكلم بتفاصيل اخرى ان شاء الله.